السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ احنا متابعين النهاردة بقى جايين مع بابايا. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. النهاردة هنعمل، بابا هيعمل لنا بقى طريقة جديدة للأندومي، اول مرة تقريبا تبقى موجودة ان شاء الله على اليوتيوب. يلا بينا نشوف مع بعض الطريقة ازاي وايه الخطوات اللي موجودة فيها. معانا ايه يا بابا؟ ان شاء الله معانا بصل طبعا مفشوخ، بصل اهو مفروم، وتوم وفلفل كوبي عادي عشان العيال ما بتحبش الحامي، فطبعا شد ايه غيظه عشان الحامي. تمام. والطماطم معانا، طماطم عندنا هنا 6 بيضات. تمام. 2 3 4 عشان احنا عائله حقيقيه، 6 بيضات. تمام. وجبنه تركي. ودي ايه الصلصه كده. الزيت بدا يغلي على النار. ايه ده كده خلاص هنزل. كده تمام. الزيت ده بيشوح البصل مع الزيت معايا خلاص. تمام. ننزل معاه بالفلفل وبعد كده توم. تمام. هنشوح الخضار ده كده مع بعضه كده. البصل وصل في المرحلة دي. خلاص. نبدأ ننزل بالطماطم. نبدأ خلاص وصلنا المرحلة دي، ناخد الصلصة. ناخد ايه؟ نحط معلقتين من الصلصة كبار. هنبدأ نخلط كل الحاجات دي مع بعضها. قلبنا ونقلب اهو. هنحضر كوبايتين المية معانا. كوبايتين المية معانا ان شاء الله. نحط لنا صلصة اهو. خلاص. ادي كوباية مية. حطينا ايه؟ كوباية مية. ايوه حطيت مية. بعد ما حطينا المية هنسيبها دقيقتين كده على النار. بعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. حطينا بقى البهارات بتاعتنا. انا زيكم بالظبط، أول مرة بشوف الطريقة دي. بص نجرب مع بعض كل حاجة. هنا البهارات بتاعت الأندومي زي ما انتم شايفين. هنحط فلفل أسمر. وبعدين بهارات الأندومي. بهارات الأندومي كلها اهي زي ما انتم شايفين. مش كلها. يعني لو جبنا كيسين نحط كيس واحد بس. البهارات معانا. ودي ملح. وملح مش كتير عشان عارفين طبعا البهارات بيبقى فيها ملح. ويا جماعه على حسب، اللي حابب يحط الشطه يحطها، مش حابب برضه براحته. والفلفل نفس الحكايه. الشكل روعه والريحه رهيبه. هنشوف بقى في الاخر هتبقى عامله ازاي. انا زيكم بالظبط برضه بشوف الطريقه معاكم. بس كده احنا زودنا كمان كوبايه من الميه عشان كميه المكرونه كتير، عشان الكميه اللي معانا كبيره. هجيب شوف هنعمل ايه. ادي اثنين تبع جماعه الناس، تبع الكميه وتبع لو ثلاث انفار هنحط او اربع انفار حط اثنين بس. لكن احنا عشان عائلي نحط كميه كتير. وصلت المعلومة؟ الله ينور يا بابا، سلام ايديك. سلام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.